متعدد الأشكال، ولكن مشاهدينا ننتقل إلى فن من نوع آخر وهو الأشعار والقصائد، واللي يعد من أهم الفنون المقدمة في الاحتفالات الوطنية اللي ينظمها الشعراء والمواطنين في المملكة العربية السعودية في هذا اليوم المجيد. معنا اليوم الشاعرة السعودية مها لجهيني اللي بتشاركنا فرحتها بهذا اليوم وأيضا بعض من أبياتها الشعرية لهذه المناسبة، وذلك عبر الهاتف. كل عام وانت بخير وصباح الخير. صباح النور والتشتير عمر يا رب. يا هلا يا مرحبا فيك. سعادة وعبادة وقوة إرادة يا رب. صباح الأمن والأمان والود والاطمئنان. هذا أولا. ثانيا أشكر شعب البحرين الشقيق على الاهتمام العميق بالسعودية. الله يسعدكم يا رب. هاي واجب واجب، وفرحتكم هي فرحتنا في النهاية. أكيد احتفالاتنا واحدة في هذه المناسبات. أكيد في البداية لو تكلمينا عن احتفالاتكم في هذه المناسبات الوطنية. والله الحمد لله احتفالات بين أهالي في جمعة أهل وحبايب، شعور والله يسعد شعور الأمان والله. نعم يعني ما شاء الله الاحتفالات مستمرة. أكيد. والكل يحتفل طبعا رغم هذه الأوضاع، الكل محتفل سواء كان بالبيت سواء كان عبر يمكن وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بالمواهب اللي عنده ويقدمها نفسك أستاذة، يعني من خلال الأبيات والشعر. أكيد. إحنا لو نتكلم شوي يعني شلون الشعراء يشاركون في هذه اليوم أو يعرضون أشعارهم في هذه الفترة اللي يمكن فيها ما توجد مهرجانات أو احتفالات في ظل جائحة كورونا، فهل توجد أي منصات إلكترونية تقدرون تجتمعون فيها لنشر الأشعار والقصائد في حب الوطن؟ أكيد أكيد، يعني ما بين وسائل التواصل أكيد، ما بين تويتر واتساب، يعني ما شاء الله يعني الكل مشتغل وكل قاعد يعني يبين شعور. نعم يعني أكيد بتشاركينا ببعض الأبيات الشعرية اللي صراحة أنا وحازم قاعدين ننتظرها، يعني ما تحلى هذه المناسبات إلا بالأبيات الشعرية الوطنية. أي والله صادقة. نسمع شيء. أبياتها بسيطة صراحة لكنها صراحة من القلب. أقول ومن وجه الشعور اللي يجي من نافذة التشويق، قصيدة اللي تعاند مجدها وصافها بالخمس، هنا روح القصيدة اللي يمداده ما يبي تسويق، أنا هموم النساء سجل تعابيره بجيج وهم. نعم أنا السعودية يفوقني الفخر تطويل، سليلة مجد يموت العدو ما ياصله لو لم تجيقات الرجال الناجحات وملهمات الكويت، وفقنا للوطن نبني وحددنا طموح الأمن مثل شمس النهار اللي تعانق مجدها وتويك على أرض النخيل اللي تسلم لعنها للشمس. صح الله لسانك، صح يعني فعلا صح لسانك طبعاً. شعراتنا صراحة أبيات جميلة في حب أكيد المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الوطني. الشاعرة السعودية مها لجهيني كل الشكر لك على هذه المداخلة، وكل عام وأنت بخير، وأكيد المملكة العربية السعودية بألف خير. شكرا لك. أما الآن مشاهدينا خلونا ننتقل للشاعرة البحرينية هنادي الهاجري اللي شاركتنا بقصيدة شعرية تهنئ الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي، واللي تعبر فيها بلا شك عن حب البحرين للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. خلونا نتابع هذا التقرير. صباحكم الله بالخير والنور والسرور بمناسبة اليوم الوطني السعودي. حابة أقدم لكل السعوديين قصيدة بهالمناسبة أقول فيها: يا هلا بتاريخ السعودي قلبه خضر، البداوة والحضارة مزيجها فيكم كمل، وإحنا أهل الطيب بحريني دم حمر، ونهدي ورود المحبة ما بيننا رسمة أمل. يا هلا بتاريخ السعودي قلبه خضر، البداوة والحضارة مزيجها فيكم كمل، وإحنا أهل الطيب بحريني دم حمر، نهدي ورود المحبة ما بيننا رسمة أمل. الماضي الماضي يشهد والسحاب وهبات المطر، وحاضرنا داع المعزة وزيارات الأهل، زرعنا الشوق وانبت لنا ورد وزهر، وخذنا حروب المجد بإصرار وعمل. ما ننسى ما ننسى وقفاتكم حق الشدايد والخطر، انتم دروعنا وللمهمات سيوف انتسل، نفداكم بالغالي نشهد على طول الدهر،
وأطفالنا جنود ورواحنا لكم بدل بالوفا بالوفا والإخلاص. غنينا حروف الوتر وكتبنا بالتاريخ هذا السعودي بطل بالوفا والإخلاص. غنينا حروف الوتر وكتبنا بالتاريخ هذا السعودي بطل. فيكم الشهامة مساحات تروينا عمر، فيكم الشهامة مساحات تروينا عمر. وفينا المروة نسقيكم منها شهد ومثل، وفينا المروة نسقيكم منها شهد ومثل. هنادي الهاجري من مملكة البحرين. نبقى مع الشعرفة في كل عام في هذا اليوم المجيد يقوم ويتغنى الشعراء في السعودية بتأليف الكثير من الأشعار الجميلة اللي يعبرون فيها عن حبهم للوطن. اليوم بيكون معنا شاعر مميز له بصمة شعرية مميزة ليس فقط في المملكة العربية السعودية وأيضا في مملكتنا الحبيبة. ويسعدنا استضافة الشاعر السعودي محمد بن يحيى المحيريق. يا هلا ومرحبا فيك، كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة. صباح الخير أولا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صبح عليكم بالخير في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا كسعوديين. ومن هذا المنبر ننتهز الفرصة لتهنئة القيادة وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة، كما نشكر مملكة البحرين حكومة وشعبا على هذه الفرحة التي تعتبر فرحة خليجية بمناسبة عزيزة على قلوبنا ذكرى اليوم الوطني التسعين. بلا شك استاذ محمد، فعلا الافراح السعوديه افراح مملكه البحرين. في البدايه نهنيكم قياده وشعبا بهذه المناسبه العزيزه على قلوبنا اللي ينتظرها الجميع للتعبير عن حبهم للمملكه العربيه السعوديه. خبرنا كيف تحتفلون في هذه المناسبه الوطنيه اليوم؟ والله الحمد لله السعوديه بدات يعني في تجهيز هذه الاحتفاليه الجميله التي ترين فرحتها على محيا الكبير والصغير، وتزينت بها الشوارع والمباني باللون الأخضر والأبيض احتفاء بمناسبة ذكرى تأسيس هذه البلاد الطاهرة التي نسأل الله أن يديم أمن واستقرار هذه البلاد وحكامها إن شاء الله، وكذلك شعوب الخليج كافة. اللهم آمين. شعرنا لو نسمع أبيات شعرية بهالمناسبة السعيدة في حب المملكة العربية السعودية وفي هذه إحياء الذكرى 90 باليوم الوطني. أحسنت. جميع المواضيع تكون رسالة هادفة، سواء الشعر أو ما شاء الله أرى عندكم مزيج في هذه الحلقة المميزة من الرسم وامتدت إلى الشعر والرياضة، وما شاء الله يعني رأينا كذلك أقسام الحلويات والطبخ، مزيج عبر عن فرحة أهلنا في البحرين بهذه المناسبة. أكيد أكيد. أما بالنسبة للشعر فأقول: للوطن عز ومهابة وحب ما يضاها، مثل مال النفس والوالدين وللحمولة. البلاد اللي حونتنا ورابين قضاها مثلين في رغدها بمن ربي وحوله، قاعها عزه للمجد تسمو في سماها، والمواقيف التسيد لها في كل جولة. أشهد أن الله بفضل الحرمين اصطفاها للمسلمين بكتاب الله وقوله. دارنا اللي عامرة حي من هذا نباه، دولة بين الدول بس ما هي بيدولة. وحدت صف العرب نظرة ما بعد مداها، وأسست للمسلمين التحالف والفمولة. قادت الإسلام للعز والوالي رعاها، واصبحت نجم لتبدا السماوات بنزوله. يسعد الله دار الشريعه مع مساها، ويحفظ الله حاف من كل ما يبقى يطوله، ويحفظ الله حاف من كل ما يبقى يطوله. صح لسانك، صح لسانك، ما شاء الله بيات جميلة، وفعلا المملكة تستاهل من يتغزل فيها ومن يبدع في كتابة الأشعار الجميلة. الشاعر السعودي محمد بن يحيى المحيريق، كل الشكر لك على هذه المداخلة الجميلة، وكل عام والمملكة العربية بخير وأمن وأمان يا رب. أنتم بألف خير، وأنتم بألف خير، وشاكر مقدر لكم هذه الاستضافة. شكرا لك. شكرا.
شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. طبعا المملكة العربية السعودية هي بلدنا الثاني، واللي ما نحس أكيد بالغربة فيها، وإن شاء الله تكونون دائما بخير وفي أمن وأمان، والله يحفظ أكيد المملكة العربية السعودية، ومع السلامة. مع السلامة.